هو يمكن الإعلام فعلا كان عارف موضوع كهربا، وبالتالي رفض الإعلام إن هو يعلن عن عقوبة كهربا إلا لما النادي الأهلي يعلن عن عقوبة. يمكن هنصدقك في الحتة دي. لكن عندنا فيديو آخر هيتكلم عن واقعة مدير فني مكان مدير فني جاء مكان مدير. بص اللخبطة دي، ما تيجي نشوف الفيديو. أنت كإعلام وكصحافة تحديدا انتهكت هذا النهج اللي أنت اخترعته. ده مش موجود في اي حته في العالم، انت اخترعت ده. عايزين نحافظ، عايزين نلم، مش عايزين نقول عشان التبعات، عشان المشاكل، بمر بوقت صعب، مرحله حرجه، عنق زجاجه، ما ينفعش نتكلم، اوكي. ده المبدا اللي انت ماشي عليه. هل طبقت نفس المبدا ده النهارده وانت بتتكلم عن تفاوض الزمالك مع مدير فني؟ خلينا افكرك تاني، انا من حيث المبدا ما عنديش مشكله انك تقول اي خبر، المهم انه يطلع صح. بس انا دلوقتي ما بتكلمش عن مبدئي انا، عن اسلوبي انا. اركنني انا على جنب، انا مجرد شخص. أنا بتكلم عن الصحافة المصرية اللي قررت تنتهج نهج جديد، هي صاحبة الكوبي رايتس بتاعه لأنه مش موجود في أي حتة في العالم، بتاع إحنا عارفين الخبر ومش هنقوله، ولما يتعرف نقول إن إحنا كنا عارفينه وما قلناهوش. شفت إحنا كده جينا بقى لمدير فني مكان مدير فني مكان مدير فني بدون أي تعقيب خالص، وهنوري لك اللي أنت كنت بتقوله على كهربا ان هو بيحصل مع المدير الفني اللي جه مكان المدير الفني مكان المدير الفني. يا اخي المنطق ده ضيق اوضه وصاله. والله المنطق ده اوضه وصاله. شوفوا بقى فكره التكتم على ازمه كهربا اللي اتقالت، لما تلف وترد في منطقك وتبقى اللي انت اتكلمت بيه عن كارترون. تعالوا بقى نشوف على لسان واحد زملكاوي قال ايه عن كارترون وباتشيكو وتعامل باي منطق. نطلع ونشوف الفيديو. انا ما عنديش، مش هتكلم في قصه رحيل باتشيكو وان كارتيرون جاي. على فكره انا عارف ان كارتيرون جاي وان في تفاوض معاه من 4 ايام او من 5 ايام، لكن كنت حريص جدا جدا ان انا ما اتكلمش على موضوع كارتيرون، بغض النظر انا راضي عنه او مش راضي عنه. مش هي دي القصه، هتكلم في القصه دي بعدين مش النهارده. لكن كنت حريص جدا ان انا ما اعلنش الموضوع ده احتراما لباتشيكو، وان انا مش عايز الفرقه تفك قبل ماتش مهم. الاعلام اللي بيبقى عارف الخبر وما بيقولوش عشان اسباب تانية. سبحان الله، ميدو بيرد عليك، كنت عارف كارترون وما قلتش. معاييرك اللي انت قلتها لنا في اول الفقره اعتقد محتاج تراجعها تاني. بس عشان نكون امناء، ما ينفعش نصنف ميدو من ضمن الناس اللي بيدعي ان هو عارف المعلومه، لان ميدو طبعا قال قبل كده بشكل كبير جدا ان انا على تواصل دائم مع اللجنه الثلاثيه ودايما عارف الموضوع. وانت اكيد يا عفيفي عارف ان المدرب اللي رجع مكان المدرب اللي كان رجع مكان مدرب هتلخبط. كان بيتواصل مع بعض اللاعبين ويقول لهم شدوا حيلكم في مباراه سيراميكا عشان ننافس على الدوري وعلى بطوله افريقيا. لكن ده ميدو. لكن في اعلام اخر، شوف احنا بنوري لك ازاي لما بنقول ان في ناس بتتكتم بنجيب لك الناس ازاي. انت ما جبتش الناس. تعالوا نشوف الفيديو ده بقى في استوديو احد المباريات، نشوف قالوا ايه عن ازمه المدرب اللي جه مكان المدرب اللي كان جاي مكان مدرب. قبل ما اروح للكابتن عبد الظاهر، هل تعلم جيدا ان بعض اللاعبين يعرفوا ان كارتيرون جاي قبل ما يجي باربع خمس ايام؟ طبعا انا عارف كده، واغلب الناس كانت عارفه، والخبر اتسرب للناس كلها. ان انا عارف ان كالدوين مضى للنادي قبل ما يعلن فسخ تعاقده مع التعاون السعودي. ده في لعيبه كلمته وباركت له. مش عارفين نقول يعني مساله صعبه طبعا. في الاهلي خط احمر مش هتلاقي يا ابني لم التعبين يا ابني عشان حضره الضابط. هو فين الضابط؟ طب هي فين التعبين؟ لا، احنا بنجيب لك الفيديوهات وبنجيب لك الاعلام اللي بيتكتم على مشاكل وكمان على مدير فني مكان مدير فني. هتلخبط. في ناس بتحط نفسها في مواقف. اعتقد طول ما الاهلي خط احمر موجود هيخلي اي تلاعب بمغالطات هيكون الرد عليها قاسي جدا، لو حب البعض يستوعب، وان كان اظن مش هيستوعب، لان برضه بنفس المنطق الجمهور اللي بيتابعه مش عايز يستوعب. بالظبط كده. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم في يوم الثلاثاء العظيم بفوز النادي الاهلي اللي من بدايته عظيم لنهايته عظيم. نشوفكم على خير، وانتهى كلامنا. ليكم محبتنا وسلامنا.